اوميغا 9 اللي كاين في زيت ارغان، هذيك الاوميغا 9 حتى هي عندها اهميه قصوى، حتى هي كبيره ولكن اوميغا 9 قليله في الطبيعه، ما كاينش قليله هذه. فهذا حمض الاوميغا 3 اللي كاينه في السلو زائد البروتين، لان اللوز ما ينساوش الناس بان اللوز هو مصدر ديال البروتين، لان فيه تركيب ديال البروتين اللي في اللوز اكثر من اللحم. كاين بروتين في اللوز اكثر من اللحم، يعني ماشي الناس كيسمعوا بروتين تسحب لهم راه هي اللحم، لا، كاين اللوز فيه بروتين كذلك، وهذا البروتين النباتي هو بروتين ثمين جدا، بروتين ثمين جدا، وكنسميوه حنا بروتين شريف، لان ما معاهش الكوليسترول وما معاهش الدسم. يعني بروتين جيد خصوص بالنسبه للاطفال مثلا، الاطفال وبالنسبه للنساء اللي كيرضعوا وبالنسبه للنساء الحوامل، هذا البروتين النباتي جيد، لان المراه اللي كترضع خاصه بروتين تعطيهم الطفل. يعني هاد الفواكه الجافه جيده للمراه اللي كترضع، القطاني والسمك والفواكه الجافه مهمه جدا للمراه اللي كترضع. علاش؟ لان عندها حمض الاوميغا 3 وعندها بروتين. المراه اللي كترضع خاصه حمض الاوميغا 3 وخاصه البروتين، يعني هذه مهمه جدا. ثم ان اللوز فيه كذلك معادن مثل المغنيسيوم والمنغنيز، وفيه من الكروم، كاين الكروميوم، وكاين معادن اخرى مثل الزنك ومثل الحديد، مثل الموليبدينيوم ما كاينش في النبات الا القطاني، الموليبدينيوم ما كيكونش فيه، زائد دسم هذا الزيوت، يعني هذه الماده الدسمه على شكل زيوت اللي كاينه في اللوز وفي الزنجلان، على شكل زيوت. ملي كتكون ماده دسمه على شكل زيوت بانها غير مشبعه، والماده الدسمه الغير مشبعه هي اللي يعني هي اللي كيستخدمها الجسم في الأغلفة والأغشية ديال الخلايا، خصوص خلايا ديال الجهاز العصبي. يعني هذه مهمة جدا، يعني هذه لأن الفوسفوليبيد اللي كاين في الأغشية والأغلفة ديال الخلايا هو كيجي من هاد الليبيدات النباتية اللي عاد كتدخل الجسم وكتولي على شكل فوسفوليبيدات. طبعا يعني جميع الخلايا كتخدم بالدهون، خاص الناس يعرفوا هذه القضيه، ما يمكنش الجسم يعيش بدون دهون، من المستحيل، ولذلك خاص دهون، لان هذه الدهون النباتيه هي اللي كيستعملها الجسم بدون خطر وبدون اي شيء. ومع الاسف من قبل كانوا الناس ياكلوا النبات اكثر من اللحوم، وكان الجسم ما كانش هذه الاعراض ديال الجهاز العصبي، ولا اعراض ديال الجهاز الهضمي، ولا اعراض ديال نقص في الطاقه، ولا اعراض ديال نقص حتى في الانزيمات، ولا مثلا في الخصوبه عند الرجال، ولا خلل هرموني عند النساء، ولا شيء، ما كانش هذه الاشياء.